السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده انا هشرح فيه ازاي نكسب فلوس من خلال اعلانات بطريقة ما فيهاش نصب 1% ومضمونة مليار او تريليون في المية، يعني مش 100%، تريليون في المية. والله العظيم موضوع يا جدعان في منتهى جد. طيب، اول حاجة انت هتسأل نفسك سؤال، شركة جوجل مش نصابة، ولا شركة اد موب نصابة، ولا جوجل اسس نصابين، بس ممكن الشخص اللي انت بتتكلم معاه هو يكون نصاب نفسه يضحك عليك. حقيقة احنا بشر، في مننا ناس نصابين وفي ناس مش نصابين. طب انا عايز اقول لكم حاجة مبدئيا كده، لو كلنا هنشك في بعض محدش فينا هياكل عيش. هقول لك نصيحة بس امشي عليها، لو عندك 10 اشخاص اكيد واحد فيهم مش نصاب اكيد، بس مش هو ده الموضوع الاساسي اللي عايز اكلمكم فيه. الموضوع الاساسي ازاي تشتغل عن طريق الاعلانات وانا هجي فيه، وفلوس هتجي لك تالت ومتلت، وازاي تكسب. اول حاجة انت هتتكلم عن نفسك، تقول انا مش منتج، انا صادق فعلا بس انا ما عنديش حاجة اعملها، انا راجل ما عنديش، على فكرة ايد واحدة ما تسقفش، انا راجل منتج وبعمل برامج، والبرامج اللي بعملها دي مستهدف ان ايه، انا بستهدف ان اربح من خلال اعلانات اليوتيوب. خلي بالك دلوقتي حالا ازاي تحفظ حقك تالت ومتلت من خلال الشغل معايا ما فيهوش نصب. ازاي بقى التطبيق ده؟ لما اجي بحطه على الاكونت بتاعي الفلوس بتيجي في حساب مين؟ بتيجي في حسابي؟ لا، التطبيق اللي هو برنامج اللي انا عامله انت تحطه في الاكونت بتاعك، والفلوس هتيجي على الحساب بتاعك لو انا اتفقت معاك على نسبة معينة. خد النسبة بتاعتك واديني بقى، وانا مش هسألك، انا مش كل شوية اقولك الفلوس جت ولا ما جاتش، انت وضميرك، ماشي؟ انت وضميرك. انا خلصت البرنامج وديتك النسخة ورفعتها عندك، جات لك الفلوس خير وبركة، ما جاتلكش الفلوس انت مش خسران حاجة، بس هي فلوس هتجيلك، بس انت هتطلب منك ايه، شوية ترويج. الخطوات ازاي وفين وازاي وامتى وكل ده هقول لك كل حاجة. انا بصراحة كنت عامل فكرة الموضوع، كنت طالب مترجمين انجليزي وفرنساوي وايطالي واي 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 واي، انا طبعا ايه ما بفهمش في اللغات دي كلها، ما حتى الانجليزي بتاعي ضعيف. يوم اعمل شرح في فيديو بالانجليزي هيقول عليه واحد ايه ده، واحد حمار، ده نصاب، ده اكيد ده واحد اذا كان بروجرامر ما بيعرفش يتكلم، ما بيعرفش يعمل شرح بانجليزي، يبقى ازاي اثق في البرنامج؟ والله ادي عيش وخباز، وانا فعلا واقع في الانجليزي. فانت راجل شايف نفسك ممتاز جدا في الانجليزي، اعمل شرح فيديو الانجليزي للمنتج وحط فيه رقم تليفون بتاعك، والبرنامج نفسه حطه في الاكونت بتاعك، ولما انت تربح من خلال جوجل ادسنس اديني اللقمه بتاعتي وخد اللقمه بتاعتك. والله ما جاتلكش فلوس ماشي، واستحاله لو مش هتجيلك فلوس في حاجه واحده بس، لو التطبيق بتاعك حطيته تحت السرير محدش شايفه، لكن التطبيق بتاعك ان انا اللي انا اعمله وانت تحطه وعملته بابليك تمام، وساعدت في ترويج ليه، فبالتالي ايه الناس هتشوفه وتعمله داونلود وهتربح. هما في ثلاث شركات متعاونين في الموضوع ده، جوجل ادسنس اللي هي الحصاله اللي بتجمع لك الارصده بتاعتك، عندك شركه اسمها اد موب اللي هي انت بتعمل فيها اكونت، وبتعمل اكونت بتعمل فيه اسم المشروع مثلا، وبتاخد كود بتاع الاعلان وبتدين انا ايه الكود بتاع الاعلان، انا باخد كود بتاع الاعلان ده بحطه في التطبيق، امين امين، وبديه لحضرتك ايه التطبيق ده، خلاص بتاخد التطبيق ده بترفعه في جوجل بلاي، والجوجل بلاي ده الحساب فيه على فكره بفلوس، بحوالي مش عارف بكام يعني، بس انا بخش فلوس، انا مش صاحب شركه جوجل بلاي، ما عندكش الموضوع ده، انا مش هقفلها في وشك، اثق فيا وانا هدي لك فلوس لما تجي لي انا فلوس. مش واثق فيا اعمل انت اكونتات على جوجل بلاي وحط التطبيقات بتاعتك، انا الراجل منتج. طب ايه البرامج اللي هي بتكسب فلوس؟ مش التطبيقات الصغيره بتاعت التعبانه دي، لا، رغم ان التطبيقات التعبانه دي بتكسب، لان بعمل سيستم، يعني برامج بتاعت مخازن، برامج حجز الطيران، برامج حسابات عامه، برامج مطاعم، طبعا المطعم برنامج المطعم سعره اصلا بيعدي ل 10 و15 الف دولار، انا بطلعه ببلاش عشان خاطر استهدف عدد اكتر فيه واربح من خلال الاعلانات. فتخيل انت معايا في نفس الموضوع ده كده، ولكن تطبيق عندك تمام. انت فكرت تنصب عليا ما تدينيش فلوسي، مسامحك مجرد، بس انا برضو بستفاد من الحته دي، في حته تانية انت بتعمل اشهار
لبرنامج انا عامله، بس كده تعمل اشهار للبرنامج انا عامله، فيجي زبون يقول لي محمد عايز اعملي البرنامج ده، فانت عايز تكمل شغل بيت معايا مش هسألك فلوس نصبت عليا فيها، لا خليك انت كول سنتر بيني وبين العميل، انا مش عايز اتكلم مع العميل مستهدف. طب ما يجي 20,000 عميل طبعا، وهستحيل اتكلم معاهم في كل وقت واحد، ممكن يكون عربي ممكن يكون مش عربي، ممكن يكون واحد بيكلم ايطالي وانا ما بعرفش اتكلم ايطالي، ممكن يكون اصلا فرنساوي وانا ما بعرفش اتكلم فرنساوي، فبدل كده كده انا محتاجك، ودي تعتبر فلوس تانية غير الاعلانات. يعني انت في فلوس جايت لك من خلال الاعلانات وفلوس تانية عشان تبقى وسيط. الراجل قال لك ايه يابا، اعمل لي برنامج بيتكلم عن 1 2 3 4 5، انت قلت له امين، خدت منه معلومات، خلاص الناس الاجانب دول بيدفعوا متاخر مش مقدم عشان تثق فيهم، احنا ما بنشتغلش مع بنشتغل احنا في اوروبا وامريكا بس يعني. المهم خلاص الراجل انت بقى وسيط، والراجل ده بيتكلم فرنساوي وقال لك لو سمحت اعمل لي برنامج ده، انت قلت له طيب خلاص انت بتتكلم معايا، يقول لي يا محمد في واحد عايزك تعمل البرنامج ده، خلاص عملت برنامج وانت رحت سلمته له والدنيا قشطه قوي تمام، دفع لك فلوس، خد الناس تبع تحتك ودين انا اي الناس بتاعتي. فانا من كتر عدم الثقه مش عارفين نشتغل ناكل عيش. حتى الجوازه يعني، في مره واحد بتعرف على بنت عشان اتجوزها، تقول ايش ضمني تطلع مخبر، خلاص اعتبرنا مخبر. طب هو مخبرين برضو ما لهمش نفس يتجوزوا برضو ولا ايه؟ هو لا ولا ايه يعني، الناس من كتر الشك وبتاع ده الموضوع خلاص، ولا ناس تتجوز ولا ناس تاكل عيش وتفضل قاعده في مكانها وحاطه ايديها على خدها. المهم مش بدافع على فئه معينه من الناس ولا بهاجم حد، انا في سبيل الهزار يعني. فانا عشان اديلك الثقه الكامله تمام، طب خلي بالك ايه، انا عندي الاكونت بتاعي في جوجل بلاي، في فيديو تاني هتشوفوه بعد ده كده بشرح فيه برضه تفاصيل اكتر عن الموضوع ده فيه، ووريكم حاجات في ارض الواقع. ولو انت ما بتعرفش تعمل اكونتات على الاد موب وجوجل اسنس او اليوتيوب، والله العظيم هقعدك، هنقعد في الكافيتيريا في قهوه بلدي واقول لك اعمل كذا 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 وادربك اعلمك، مش هاخد منك جنيه واحد، هساعدك انت تشتغل عشان احنا كلنا نشتغل مع بعض، او حضرتك او تيجي تشرفني عندي في البيت، في المكتب بتاعي في البيت، عندي مكتب في المكتب بتاعي في البيت، او نقعد في كافي شوب، او نقعد في المكتبه بتاعت العامه دي، مكان عام مكان احترام يعني، مش هنروح نشرب بيره نفهم يعني، مش هنروح نشرب بيره عايزين ناكل عيش. هذه كل الخلاصه. واحد من كتر والله يا جدعان من كتر اللي بيشوفه خلاص خلاص خلاص. على فكره البرامج بتاعتنا، البرامج بتاعتي انا بعملها على فكره، انا كان عندي شركه برمجه وقفلتها عشان مفيش شغل، فانا قلت اقعد اشتغل من البيت دلوقتي حالا، وعايز الشباب يشتغلوا معايا وكلنا نشتغل وكلنا ناكل عيش، كلنا نتعاون مع بعض على البر والتقوى. انا مسامح كل واحد ينصب عليا، مسامح بس كده، فعشان كده بديلك الثقه، الحاجه تكون عندك خلاص. امين. صباح الفل. السلام عليكم. دلوقتي حالا الفيديو ده انا هشرح فيه الاعلانات من خلال جوجل بلاي. انا دلوقتي حالا الجوجل بلاي، جوجل ادسنس الحصاله، بتقبض فلوس من شركه اسمها اد موب، وبتقبض فلوس من يوتيوب. انا الاد موب ده عباره عن شركه بتديني بانر بحطه في التطبيق بتاعي، فبيجي لي فلوس، في فلوس دي بتترحل على مين؟ على جوجل بلاي. واليوتيوب ده بيجي لي منها فلوس، والفلوس منها بيجي لي بتروح على مين؟ على جوجل بلاي. ففي حاجه اهم نقطه عايز اتكلم، المصداقيه، مش مصداقيه شركه جوجل عمرها ما تكذب، ولا ادسنس عمرها ما بتكذب، ولا اليوتيوب عمره ما يكذبه، لكن مصداقيه الشخص نفسه اللي انت بتتعاملي معاه، ممكن يكون طلع كذاب او نصاب او ايش ضمني، وده هتكلم فيه دلوقتي ازاي تحفظ حقك تالت ومتلت كمان. طيب خلينا مبدئيا كده، انا مبدئيا هنا في الاد موب ده انا بعمل فيه مشروع جديد، بكتب فيه اسم البرنامج بتاعي وبيديني كود، الكود ده بدخله مثلا في التطبيق بتاعي، والتطبيق بتاعي احطه في جوجل بلاي، وبعد هنا بقى جوجل بلاي بقى من خلال البحث الناس بتعمل داونلود، يعني مثلا عندي ده مثلا داونلود، ده اخر برنامج عامله مثلا 2/4، عدد قليل جدا عشان حاجتين بقالها يومين. في تطبيق انا عامله ستور كيبر كان داونلود فيه حوالي 2000، ده مشكلتي ما كنتش عامله في الاعلانات عشان كده موقفته، بل ده لو كنت حاطط فيه اعلانات كان زمان جالي فيه حوالي 1000 او $2000 بسبب الرقم العالي ده، وايه وده كمان عربي.
فتخيلي لو البرنامج ده عملته بانجليزي، هو فعلا البرنامج ده دلوقتي، البرنامج ده فعلا شغال دلوقتي حالا، وهعمله بقى ان شاء الله مش بانجليزي بس، هعمله حاجه بثمان لغات مختلفه عشان استهدف اكبر دول عربيه. طيب فتتبع تطبيقات بيطلع فيها نسبه مشاهدات قليله جدا او نسبه الداونلود فيها قليله جدا، فتلاقي الفلوس تيجي فيها ايه ملاليم يعني حاجات بسيطه. لكن البرنامج ده عشان برنامج سيستم كبير جدا، فهو نفس السيستم هعيده مره تانية عشان احقق نسبه الداونلود ده، عشان احقق على الارقام، ولكن ايه بالانجليزي. لو بانجليزي الرقم ده اضربيه في حوالي 3 في 4 فهيجي منه ارقام كتير جدا. انا اوريدي انتهيت برنامج اسمه برنامج اللي هو الانستولنت كاستمر اللي انا كنت عايز اترجمه، وخلاص انتهيته وترجمته وعملت له فيديو عربي وعملت له فيديو انجليزي وعملت له فرنسي و و و، بس لسه ما اتحطش داونلود، لسه ما عملتش عليه ترويج. طيب انا دلوقتي حالا ايش ضمني تنصب عليا يا محمد؟ ايش ضمني اعمل لك الشغل الترجمه او الشغل الشرح زي انت بتشرح كده مثلا، ما تدينيش حقي وفلوس اللي تيجي من الشركات دي انت هتاخدها؟ لا الموضوع بسيط كده، انا اقول لك اعملي اكونت على جوجل بلاي على حسابك انت بالفيزا بتاعتك بكل حاجه، امين؟ هقول لك اعملي اكونت هنا في جوجل ادسنس، خلاص؟ واقول لك اعملي اكونت هنا، واقول لك اعملي اكونت هنا، بس انا كل اللي هشغله برنامج بتاعي، واقول لك اديني الكود، اديني الكود اللي هنا هحطه في تطبيق، وخدي كود التطبيق بتاعك ارفعيه هنا في الاكونت بتاعك هنا، فكل فلوس هتجيلك في جوجل ادسنس، فلازم تكريتي اكونت عليه هنا عشان كل فلوس بتاعك هتجيلك عليه، فكل فلوس هتيجي عن طريق المشاهدات هتيجي انت على فين؟ في حساب بتاعك انت. يعني كده هنصب عليك ازاي؟ وطالما الفلوس هتيجي عندك في البنك بتاعك انت بقى وضميرك بقى، اديتيني احترمنا الاتفاق خلاص. اصل الفكره لو كلنا هنشك بعضنا وكلنا نقول كلنا نصابين، ما حدش فينا هياكل عيش، ولا ناكل عيش، ولا انت هتاكل عيش، ولا اخواتنا، وكلنا شباب في بناء مشروع عايزين نشتغل وعايزين نتجوز وعايزين وعايزين وعايزين. فانا هاجي على نفسي وهديكم التطبيق، وهدي لكم التطبيق واديكم كل حاجه، ومش مطلوب للشغل، مش مطلوب واحد بس او اتنين يشتغلوا معايا، لما مطلوبكم من عدد، ان يكون عدد ما اكتر انا هكسب اكتر كمان. انت كل واحد فيكم بياخد زي ما اتفقت، مش هقول النسبه كام عشان ده فيديو، عشان هتختلف، عشان اتفقت مع ناس معينه بنسبه معينه، وفي ناس اتفقت معاهم بنسبه مختلفه يعني. والله مستعان، وربنا يرزق جميعا. شكرا جدا مشاهدتكم ده الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.